بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري، أحد النباتات المنتشرة في فصل الشتاء. طبعا ينمو هذا النبات في فصل الشتاء بنسبة كبيرة جدا، طبعا يتحمل ارتفاع كبير جدا في درجات البرودة، والمناخ يعني البارد ممكن يعني يتحمل 5 تحت الصفر، وطبعا قد يكون متكيف في درجة برودة يعني 10 أو 15 أو 20 تقريبا فوق الصفر. وطبعا مع وجود نسبة كبيرة جدا من الرطوبة والماء بسبب هطول المطر، ممكن ينمو هذا النبات بنسبة كبيرة جدا في المناطق يعني البرية. وأيضا تم دراسة هذا النبات تحت المجاهر التشريحية مثل ما تلاحظون، وتكييف الجهود في معرفة نوع الفصائل المتواجدة على هذا النبات. لقيت أيضا فصائل كثيرة جدا من البكتيريا والفطريات المتواجدة في هذا النبات، ولقيت أيضا أنواع كثيرة جدا من الفطريات المنتشرة والسائدة التي تعيش فوق الأنسجة، ولقيت أيضا فصائل كثيرة جدا من الديدان المجهرية مثل ما تلاحظون. الورقة كبيرة نوعا ما متجذرة، ولديه ورقة هنا. طبعا حط بعين الاعتبار أنك ممكن تلقى فيروسات أيضا، لذا يجب أن تكون في مأمن من هذه العينات الخطيرة، ويجب دراسة هذه العينات من قبل متخصص في مجال علم النباتات وعلم الأمراض. ممكن تلقى يعني ديدان ومخلوقات كثيرة جدا في هذه العينة بعد التليف النسيجي الحاصل للطبقات العليا في الأنسجة العلوية للنبات. بعد التليف الحاصل وموت الأنسجة ممكن تطلع لنا مخلوقات أخرى مثل أحادي الخلية وغيرها من المخلوقات الأخرى. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وأنا أنصح بدراسة علم الأمراض وعلم النباتات والأحياء الدقيقة المتواجدة في النباتات المتواجدة لدينا.